من والزبد والرويب، الناس يسمونه رويب، نسميه روبه الحين، يسمونه رويب. رويب هم ياكلون الرويب ويروبون الحليب ويصير رويب زبادي. زبادي ويخضونه يصير لبن، يطلعون منها الزبد والزبد يطلعون منها السمن، وكانوا يستفيدون منها. وما تلقى بيت قديما ما تلقى بيت الا فيه بقره، فيه بقره الله الله، وفيه غنم، وفيه غنم. هذه في كل البيوت، وحاطينها في الحوش في البيت نفسه، في الحوش البيت. أي. يحطونهم حوشه البقر دائما يحطونها في يسمونها الصفه او المجبب. اي والغنم يحطونها حوش لحالها وينامونهم في فوق. مضبوط، في المصابيح وفي الغرف اللي فوق واللي تحت. لا حتى الروث بعد يحطونه كيماوي. إيه؟ للزراعه. إيه؟ سماد. سماد مخلفات الغنم وكلها ينقلونها للنخل والفلاحه والاسمده يستفيدون منها. فما تجد قريه الا فيها هالانواع الموجوده، الابقار والاغنام والابل، ومكتفين ذاتيا هم الله في كل قريه. لا تخلون منها. الباديه يعتمدون على شيئين، على الغنام وعلى الابل. احد هوايته في الابل وتربيه الابل، واحد هوايته في الاغنام تربيه الاغنام. الاغنام اللي هي مختلفه الالوان، الشياه والماعز. اي الرحل يرحلون بلد الابل نسميها الاغنام والماعز. الاغنام اللي كانت منتشره في بوتقه نجد ومنطقه مضبوط في الوسطى. الغنام اللي منتشره كان الاغنام الشياه. اي النجدي، النجدي هو اللي كان موجود، هو اللي موجود بكثره فقط. هذاك موجود لكنه قليل. أيه؟ لكن الكثره على النجدي، بخلاف اللي حاصل اليوم. النجدي الان ما عاد موجود، موجود. موجود لكنه قليل قليل. اي نعم. النجدي يتميز في الحليب، حليبه وافر، كميه الحليب وافر فيه. أيه؟ وايضا دسم، حليبها دسم. أيه؟ فيه دهن واجد سبحان الله. ايضا انتاجها جيد، أحيانا تجيب اثنين في البطن الواحد. وأيضا هي في اللحوم أغنام كبيرة، أجسامها نعم. جيدة وكبيرة. الله الله. وزنها جيد، خاصة النجد الأولى الأصلية اللي ما تهجنت معها. اللي ما تهجنت. كانت هذه الأغنام لحومها وافرة وطعمها جيد جدا، من أفضل أنواع اللحوم الأغنام، لحم النجدي، خاصة في الزمن الماضي، لأنها ترعى من البر وأعشاب ما تعرف الكيماويات، شعير ومكعبات وغيره من الأغذية هذه ما كانوا يحطونها. ما كان يعرف طبيعية. إلى وقت قريب يا أبو عبد الرحمن الهن لابا، شيباننا وعجائزنا ما يرون اللي يضحي إلا النجدي. لا أضحيه يرون، لكن يضحون يحبون النجدي. لا من أول لازم نجدية. النجدي لحم وضحية زينة، وكان يبي من غنمه. حتى حقين الشمال، شمال المملكة وشمال نجد. أيه؟ عندهم النعيمي. نعم، ما يفضلون النعيمي. يفضلون، نعم يفضلون النعيمي. كل منطقة من أغنامها. صحيح. والمعزة العرضية، المعزة في نجد. أيه؟ بوتقة نجد العارضي. العارضي ويوجد معها الصمعة شوي. أيه؟ اللي ذينتها قصيرات. أيه؟ ويوجد معها أيضا الحبشية. الحبشية، الحبشية، الحبشية كانت عرضية. كانت عرضية بس إنها أذنها مشترت شوي. أيه؟ شوي وهي أقل شعور. مضبوط، شعرها قليل وأذنها مهيب طويلة. العرضية لها شعور نازلة. أيه؟ ولها أذان طويلة. أيه؟ أنظر. أيه؟ وكل دير جسمها كبير. وجسمها كبير. أيه؟ لها أجسام العرضية، أجسامها زينة سبحان الله، فيها لحم، لحمها طيب. تقول أنت يا أبو عبد الرحمن أن سابقا أن البقرة جاب الثور ذبح من أول يوم. اي نعم، هذا عند كثير من الحضر. أيه؟ عشان ما تريمه، لانهم اولا يفتكون من ما يشرب حليب من البقره. أيه؟ هم يستفيدون من حليبه لعيالهم ولهلهم وسمن. الشيء الثاني انه العلف، الى سبر يكلفهم العلف. هم يبون شيء يستفيدون منه. ثم اذا باعوه ما حد يشتريه. اللحوم في بعض القرى ما يبون لحم البقر، فما تلقى احد يشتريه الا نادر. أيه؟ لأنهم يفضلون لحم البل ولحم الغنم على البقر. وفي ناس يأكلون لكن عددهم قليل سبحان يأكلون. الله. وأيضا ضحيته يبطي، يبي سنتين. إذا ما يضحي على سنتين، ما يضحي على سنتين، لا كمل سنتين، يكتد عليه سنتين وش يبي يسوي فيه. بعضهم طبعا اللي يربونه يستخدمونه في عملية
السني يسنون عليه وهذا قليل لأنهم أكثر ما يستخدمون في السني الإبل. طيب أبو عبد الرحمن، الأولين ما كانوا يذبحون يعني القعدان الصغيرة هذه، يذبحون الكبار، يذبحون الرباع والفطير والفطير بخلاف اللي الآن موجود. أيوة السديس. أي نعم، لا ما يذبحون الصغار أبد. أي أكثر ما يذبحون لأن الرباع أطعم لحم، والرباع أكثر لحم. أكثر، يا سلام، تبد عليه. والسديس كذلك. أيضا الناس، أكثر الناس اللي يربون البل ما يبيعون إلا هذه. صحيح. ولا يبيعون الرباع إلا إذا صار فيها جبل، الجمال يبيعونها طبعا، هم أكثر ما يبيعون الجمال للقصابة. أي ولا القصابة إذا ذبح التامة فيها لحوم واجد. طيب يجي طعيمها يا أبو عبد الرحمن. ما تفرق في ذاك الزمان، ما يفرقون بين الصغير والكبير، لأن الطعام السمير السديس لحمها طيب. طيب. طيب لحمها لأنها ما تأكل إلا من الربيع من البر. طيب وطعم ترى. وطعم. وطعم. يعني التالين ذا اللي يقولون قعود ولبان ذا ما جاء من تالي. ذلك ما يبونه الأولين. يقولون يتلخوسوا وكذا وله طعم مرة. أطعم اللحم تجده في الربع. أطعم اللحم. أطعم اللحم في الربع. هذه يحطون لها العروس. لا في الإبل ولا حتى في الغنم، رباع لها. وايضا كثره اللحم فيها سبحان الله، يصير الرباع. والثني هذه من افضل الانواع، مستعده وتامت جسمها تام. يعني مو بشرط ان التالين ذول انهم على سنع، لا بس هم على سنع، بس رخاونهم يبون الترف، وهذولك يبون الكثره. هي الله الله، هذولك يبون كثر اللحم. اي انا القصاب اذا باع يجيب كذا كم من الربع يجي من وزن، كثير وزنه، بينما الصغار ما تجهز، والبيع واحد يعني ما يعطون هذه. الآن يفرقون السعر، القعود والصغار دي فيها زود في سعرها. صحيح. يبيعونها بستين ريال، والربع والسدس يبيعونها بخمس وعشرين ريال، يعني في فرق في السعر. لكن الأولين لا، ما في فرق بالمشتات، تعرف المشكاك؟ لا هذه نبغى لها سالفة. يحطون يقطعوا من كل لحمة قطعة، يربطونها في خوصة ويازنوها يبيعونها كذا جملة بدون وزن، ثقل بس هذا أول. أي ثقل، يازنها ويشتريها، يوزنون يقسمون الناقة على. وبعدين الأولين كانوا يطلعون العظام الكبيرة، عظام السيقان وعظام الفخوذ وعظام حتى قونس الظهر يطلعونه، والله العمود الفقري، عشان ما تأخذ وزن. ما يبيعونه، ما يبيعون لك الا العظام الصغار، الضلوع و سلج جلاجل ظهر الحين ولا؟ ايه سلج جلاجل من اول مشهور. الله اكبر. سلج دخيني بعد. دخيني. دخيني افضل من السلج. بدا يعني طبعا الجلاجل الله ان شاء الله يبتر عليهم بالوسم السنه هذه، ويعني ما النخيل ماتت ما في ماء. امين. وبسبب المياه الجوفيه سنتين ما سالوا، وبالتالي ما عندهم مياه. المياه قلت جدا. الله المستعان. بس يمكن حتى في العارض. ايه. قلت المياه، بالتالي هم على الله سبحانه وتعالى ثم على هالامطار. اذا نزلت امطار في في الوسم وفي الشتاء جاء مياه في الابار، ردت الابار وسقوا مزارعهم في الصيف. اذا ما جاء مطر مات النخيل وماتت المزارع. بما ان احنا في موسم الرطب يا ابو عبد الرحمن، انا ثقلت عليك، لكن ابو عبد الرحمن نستقي منه التاريخ، ونستقي منها القصص، ونستقي منها أمور، فالأمور هذه الدقيقة البسيطة دي تهمني أكثر حتى من التاريخ ومن الأمور الثقيلة. المشاهد يحبها الأشياء البسيطة دي. زين. بما إحنا في موسم النخيل الآن والرطب. نعم. لمحة بسيطة عن النخل وعن هذا النعمة اللي حنا فيها. النعمة واللي حبان الله إياها التمر ذا. نعمة كبيرة من الله. هذه نعمة كبرى. والرسول صلى الله عليه وسلم يعيش على أشهر ما يشب في بيته نار. الله. يعتمد على الأسود التمر والماء. الله المستعان. وأهل نجد كانوا قديما يعتمدون على التمر والماء. الله. هو غذاهم. يعني أنا خابر إن شيباننا في البادية علمونا. أي نعم. لجا القيط. أي نعم. راحوا صوب الحريق وانفجر. أي نعم. يقيضون عندهم. أي نعم. هذه عادة كل الأعراب. ايه؟ العرب كلهم اللي في البادية كلنا حول بلدته. مضبوط حول بلدته. أنا أتذكر كان يجي عندنا الرشايد، ويجي عندنا الغربية، ويجي عندنا
سهول ومطران يجون عندنا على جال النخل. اي على جال النخل. على جال النخل يشربون ماء ياكلون الرطب وياخذون علف لين يظهر السهيل. لين يظهر السهيل يصل الى اخذوا عبوا عيابهم من التمر المصروم. اي ورحلوا سبحان الله. والثمن بعدين. والثمن بعدين. الثمن بعدين. الثمن عاد تنشر. يجي بعدين. يقول لهم سهل ثمن السهل. خروف. يشترون خروف ولا يشترون ناقة ولا يشترون قعود. هذه الناس كذا. أنواع التمر هنا في. أنواع التمر طبعا في كل بلد لها أنواع. كل بلد لها أنواع. كل بلدة فيها أنواع. أحيانا تجد بعض البلدان تخصصت. مثلا جيت الوادي تخصص في السري. السري. اكثر انخيلهم سري. هذا الوادي. هذا وادي الدواس. وادي الدواس هذيك الجهات. اي اذا جيت بيشه عندهم الصفري. الصفري نعم صفري بيشه. صفري بيشه لا هذا الجديد لكن نحن نقول الاكثريه الصفري الغالب الصفر. نعم هو سقمته الاولين من اول البرحي والسكري ما كانت موجوده في ما في برحي وسكري ما كانت موجوده في نجد بشكل كبير. البرحي يجي من العراق ومن ايران جابوها القصمان وزرعوه في ذا وانتشر. غريب يعني السكري جاي من العراق. لا البرحي برحي برحي البرحي وبعض الانواع جابوها من العراق على البعيد اهل العنيزة جابوها مضبوط. ثم اهل رشودية جابها رشودي من العراق. كثرة يعني انواع وبعدين تكاثرت. الصقعي وين منابته؟ الصقعي منابته في كل نجد. في كل نجد. إيه صدعي موجودين في سدير موجودين في الحريج موجودين. إيه. في ما أدري عند الدواسر وبيشة ما أدري عندهم صدعي ولا لا لكن ينبت عندهم. لكن الأكثرية موجود في وسط النجد. مضبوط. بعكس مثل شمال المملكة لجهة الشمال في الجوف وحاير تجد عندهم الحلوة. الحلوة. الحلوة ما تنبت هنا يا أبو عبد الرحمن. لا تنبت هنا. بس هم هناك هي الغالبة. إيه. تجد مثلاً في الجوف أغلب نخيلهم حلوة. الحلوة الحمراء والحلوة الصفراء. صحيح. وكذلك في حايل. إلى جيت الحزة غالبا نخلهم خلاص. خلاص. قديما يعني. أيه. طبعا فيها الحين الأنواع انتشرت. في القصيم من أول الأهم تمرة عندهم الشقرة. في القصيم. في القصيم. الشقرة هي 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 الأساس. هي الأساس. الله. كانوا من أول السكرية. الشقرة ذي وشي الشقرة؟ الشقرة تمرة حمراء تجي. أيه. قريبة من السكرية الحمراء. اي مضبوط. بس تختلف الطعم. هي حمراء. كانها شكلة. كانها شكلة. تجي لكنها تصير من الاسفل اسفل التمرة ضعيف شوي وعلوها اكثر. مضبوط مضبوط. ايه. فهذه الشقرة معروفة في القصيم هي تمرتهم. في سدير الخضرية. الخضري. الخضري. الله غريب هذا الغالب. اي اللي يحطونه يسمونه الميانة واللي يكنزونه وكذا. طبعا فيه نخيل النخرة. يا مرحبا يا ابو صالح. فيه مثلا من التمور السلج والمستاني والشقرة موجودة لكنها قليلة يعني في السدير والمجنون والحلة اللي هي الحلوة وأيضا الصدعي والمكفزي ونبتة ربيعة والروثان كلها موجودة في السدير. من جلاجل اشتهر بالسلج على دم السلج. جلاجل تمرة جلاجل الأغلبية للخضري خضري. أي. لكن جلاجل اشتهر بالسلج اللي يسمونه أهل الرياض سلج القطار. أي. هذا السلج تجي تمرته هذا طولها وتجي صفرة غير السلج اللي في السوق ذا. أي غير السلج هذا يسمونه نبتة عيش في سدير. أي سلج الرياض يسمونه نبتة عيش. مضبوط. ما يسمونه السلج. أيه. يسمونه نبتة عيش النبوت هذه يعدونها من النبوت. مضبوط. لكن سلجهم سلجها تمرته هذا طوله ما شاء الله وتعرفه تشبعك وبعدين فيها دبس اذا صارت رطبه فيها. أيه. دبس دبس وهي رطب لكن اذا منها انشفت تنشف تصير جافه. يمكنكم سمعته بالبيت يقول يا سلج مجلاجل. أيه. يا برد ملقاعية. هذا مشهور المثل هذا. جلاجل في السلج مثل ما قلت لك في كثير يعني السلج فيه لكن مو مثل الخضري ولا فيه مجموع ما تلقى في النخل الى حد 10 سلجات. والسلج يجي مبتر يبكر يبتر يستوي من اوائل النخل يبتر مع الدخيني مع المستاني مع الشقر مع ايضا المجانين وهذه كلها تبتر. لكنه فيه عيب انه يطيح تمره
يحول ينزل الجمعه الى من لان بنت رافتها تنزل مضبوط ما يمسك يسوون له شماله زي شماله يكملونه يحطون على عسبان نوع من العدول والخياش ويغطون لا طاح له فيها لا طاح يقعد فيها الشماله ذي ثم يجمعونه ويكنزونه يعني يطيح حتى قبل ما يتمر لا يطيح بعضها مفتح قبل ما يتمر لكن زد منتهي قبل ما يتمر وتمر يطيح لذلكهم ينفضونه وينزلونه جاهز سبحان الله ويبيعونه يبيعونه خراف رطب ويبيع لانه يبتر ويباع ايضا كنيز النخله هذه معجزه ومتنوعة بشكل غير طبيعي. نعم. رايحك أبو عبد الرحمن أتعبناك. تعبكم راح. علومك طيب ترى استانس على علومك أبو عبد الرحمن. ذكرنا صفري بيشة. يعني لك شيء أبو فالح ولا؟